السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكون بخير وصحة وعافية. أرحب بالمشتركين القدامى والجدد، أهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوني. حابة اليوم أخذكم معاي جولة في معرض حسانة. طبعا هو تقريبا كل 3 شهور يسوونه، في حاجات حليوة كذا، ملابس، عطورات، عطارة، مكياج، في بعض الأواني، في كشكات برا، في يبيعون قهوة، أسر منتجة، يعني حلو. حتى لو ما بنشتري حلو نتفرج، مع إنه في أشياء حلوة، يعني حتى لو ما لك نية تشترين تشترين وبس، تفرجوا معه. هنا ما شاء الله منتجات يمنية، أشياء يعني عطارة، بهارات، قهوة، فواكه مجففة، مكسرات، حاجاتهم حلوة ونظيفة، دايما أخذ منهم. هنا ما شاء الله هذا الأبريش اسمه أي كروبك، دايما نشتري بس ما نشتري ذا النوع، أنا أول مرة أشوفه، نشتري ذاك النوع اللي يبثون، مرة طعمه طيب. شفتوا هذا البسكوت ديما؟ أذكر قبل كان فيه بالليمون، مرة لذيذ، دايما أشتري، الحين اختفى ما أدري، يعني إذا موجود عطوني خبر. عرض اليوم غير كيلو كاش، عجبتني هذه قطنية باردة، مرة حلوة، يعني حتى ستايلها حلو ريفي كذا، بس أحس الخياطة مب كويسة، يعني مع القسيل يمكن تهتري. لا حلو قصتها وحتى قطنها ناعم. هنا ما شاء الله تبارك الله منتجات سورية، حلقوم بأنواع، فواكه مجففة، حلويات، مرة حاجاتهم حلوة، الله يرزقهم. يعني هنا هذا الكشك عنده عطورات، عود، بخور، وهذا المستكة اللي يكون مسقي بمسك أو عود أو مدكي، عنده أشياء حلوة. وهنا بعد منتجات شامية، دبس رمان، لبنة، جبنة بأنواعها، زيت زيتون، بهارات، مكسرات، مخللات، أنا دايما أخذ منهم اللبنة اللي تكون بالنكهات، مرة حلوة. وهذا سبال ملبس بنكهات. وهنا ما شاء الله تبارك الله ذا الكيك الصغيرات اللي اسمها، اسم شركة الكيك، مرة حلو، جربت البرتقال اللي كمان بالتمر، وهنا هذه المرة تسوي خبز رقاق، أو ما نسميه احنا بالحساوي خبز مسح، ما شاء الله تبارك الله تسوي بنكهات مثل جبن، لبنة، بيض، ما شاء الله تبارك الله، الله يرزقها يا رب. وهنا هذا القسم جلابيات مصرية، أحيانا يجيبون حاجات حلوة. وهنا هذا الحلقوم، دائما أشتري منه حلقوم بالرمان، مرة لذيذ، سعر الكيلو تقريبا 40 يورو.
ما شاء الله منظر حلويات ذكرني بحلويات اليوم. وهذا الكشك ما شاء الله هذا موت الحري وحاجات المطبخ أجهزة كهربائية يجيبون حاجات حلوة بس أحيانا سعرها أغلى ما معنا. هنا برا كشك حق الأسر المنتجة يجيبون حاجات أكلات قهوة شاي الله يرزقهم يا رب. بس انتهى جولتي اللطيفة في معرض حصان العيون، يا رب تكونوا استمتعتوا معي. راجعة للبيت ان شاء الله، اذا رجعت البيت بفتح معاكم مشتريات اللي اخذتها. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى، بفتح معاكم المشتريات اللي أخذتها. أخذت أول حاجة هذول 4 مناشف ب13 ريال، طبعا هم مو مناشف يعني هم مفارش للصواني، حبيت نقشاتهم كذا مرقة. وأخذت كمان هالاختراع هو قديم ولا توني أنا اكتشفه، اسفنج غسيل الوجه من الصابون او القسيم وتنظفين بالوجه، ما حسيتها حلو. حبتين ب10 ريال، المناشف 4 حبات ب13 ريال. حط كمان هذا الحلقوم بالرمان وبالمستكة تقريبا او ماء الزهر مو متأكدة، 1/4 كيلو ب10 ريال. أخذت كمان هذه اللبنة الشمندر والرمان، طبعا 700 جرام 25 ريال. جربتها عند الكشك مرة طعمها طيب، طبعا أنا مجربة قبل من عندهم اللبنة بمكبس مرة طيبة. وطبعا من عند العطار زي ما يقولون كيسة كاش وكيسة بلاش، نفتحها مع بعض. طبعا الشرك هذا ما ادري شو تسمونه، هذا اللي ينقلي شيبس او انا استذكر اسمه، لا اله الا الله محمد رسول الله، اي اسمه كروبك، هذا اللي نقليه وينتفخ. طبعا انا شريت 1/4 كيلو هذا اللي تحت وحاط لي هذا للتجربة على قولته. وأخذت هذا كمان لبان حجري، نحب نستخدمه مرة مفيد، نستخدمه أكثر من العلكة العادية. طبعا هذا 1/4 كيلو تقريبا 1/4 كيلو 30 أو 25 ريال، ما أدري كم حسبنا. يجي القصة الثانية، أعطاني هذه قهوة مرة ريحتها طيبة، طبعا أنا مجربة قهوتهم مرة طيبة بس أضيف لها الماء. أعطاني كمان هذا الإبزار أو ما أدري شو اسمه، ريحتها طيبة، إبزار لحم تقريبا أو ما أدري وشو. أعطاني كمان هذه بهارات بشكل بهارات صحيحة، ما أدري ما أحس إني بستخدمها، يمكن أعطيها أمي، أمي تحبها الحاجات دائما تشتريها. طبعا كلها بهارات صحيحة مشكلة، فيها كركم قرفة تقريبا، ده طماطم مجفف، زنجبيل، فيها مسمار وهيل، كزبرة، فلفل أسود، نجمة اليانسون، هذا
هذا ما ادري اسمه، ما ادري جوزه الطيب او ما ادري وش هو، ورق غاب فيها ليمون كمان مجفف، يمكن اعطيها امي، امي تحب هالحاجات وانا دائما استخدمها بصراحة. وعطاني كمان على قولته كشنة جاهزة للحشو، ما دام ما بحيل مع الكشنات الجاهزة ولا بحيل مع الحشو، يمكن اعطيها امي، امي تحب كمان هذه الحشوة، انا مو بكثير ارغب لها تسبب لي حرقان. وبس هذه مشترياتي كلها. اي صحيح نسيت اني اقول لكم عن هذا الاختراع البطل، طبعا هذا راديو وفي منفذ يو اس بي، في هذا اللي مرة حبيته جاني هدية، الله يسعد من اهداني يا رب، عسى من عواده، مرة استمتعت فيه. وبس والله هذه مشترياتي كلها، وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك، الله يسعدكم في الدنيا والآخرة، والاشتراك، مشاركة الفيديو مع حبايبكم. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله، مع السلامة.